حابب اشكر مصلحه رجال اعمال بالقوات اللبنانيه لهالفرصه اللي اعطوني اياها، اتحت لي اتعرف على ادمغه واصحاب شركات ومهن كلهم عندهم سكسس ستوريز، وخلتني اتفاعل معهم وناخذ من بعضنا ونعطي نصايح. وانا بشجع كل رابطه او مؤسسه او جمعيه يكون عندها هيك انتر اكشن، يكون عندها مثل كلوب بتجتمع بيتواصلوا مع بعضهم وبيعطوا افكار لتحسين العمل بلبنان. نحن بحاجه اكثر شيء هالايام لتطوير الاقتصاد من خلال الشغل مع البزنس اونر، الشغل مع الموظفين، الشغل بين شركات بعضها بعض. سو كلنا بنحط ايدينا ونتكاتف لمصلحه الاقتصاد بلبنان. انا اليوم صار لي اعطي شوي صغيره وحسيت حالي اعطيت كثير، وبتشكر كل اللي ساهموا بهال الايفنت، وان شاء الله على طول نقدر نخدم بهالناحيه هيدي. بدي اتشكر ال اف سي على المبادره اللي اخذوها حتى يجمعونا مع مستر جابي عوض، يوعينا على الاشياء اللي عم نعيشها ب شركتنا بالمجتمع بالسوسايتي بالماركت يلي هو very difficult market very tough competition. كيف قادرين نحسن أدائنا بالبزنس؟ كانت كتير مهمة نضوي على بعض الأمور، وبنتشكر الرفاق يلي كانوا معنا وكانت جلسة interesting كتير. Thank you. I'd like to thank LFBC for this wonderful opportunity to interact with Mr. Gabi Awad. It was such an informative seminar, a great opportunity to meet other businessmen and women. And it was also very interesting to realize that you can make changes to your business no matter how small or big your business is. And even small changes can lead to such great results. So really that was such a great takeaway that we learned today. So thank you LFBC once again and hope to see everyone soon. بنحب نشكر دائرة الخدمات بمصلحة رجال الأعمال على السيمينار اللي حضروه مع كوتش جابي عوض. It was الحقيقة a very successful seminar، لأنه كوتش عوض is متمرس جدا بهالتريننج، وقد ما رجال أعمال يحسوا حالهم قبضيات وأكتف منقولها بهالطريقة، بس بضلوا في أشياء تكنيكس الواحد يقدر يتعلمها بعدة دومينز وهيك أشياء. كتير ضوينا أفكار جديدة وكانت مناسبة حلوة كتير نقدر نجتمع عدة رجال أعمال، وإن شاء الله for further activities إن شاء الله. Thank you very much. Merci.